الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الحصول على دور لها في المفاوضات السعودية اليمنية. مسؤول أمريكي بارز يعلق على ما تقوم به المملكة في اليمن، والخارجية الأمريكية تقرر إرسال مبعوث للتدخل. أفادت وكالة رويترز مؤخراً بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أجرى اتصالاً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإبداء الرأي الأمريكي في ملفي إيران واليمن. بحسب المصدر، ساليفان ناقش مع بن سلمان سبل خفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً الحاجة إلى الحفاظ على الردع ضد تهديدات إيران وغيرها. واشنطن حاولت إبداء حسن نيتها للرياض عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي، لذلك جدد ساليفان التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمان عدم تمكن إيران من حيازة سلاح نووي أبداً. في الملف اليمني، أثنى ساليفان على التقدم الملحوظ في اليمن، مرحباً بجهود السعودية التي وصفها بالاستثنائية لمتابعة خارطة طريق أكثر شمولاً لإنهاء الحرب. في هذا الإطار، أظهرت واشنطن محاولتها للحصول على دور لها في حسم ملف اليمن، لذلك عرض المستشار الأمريكي على ولي العهد أن تساهم الولايات المتحدة في دعم جهود إنهاء الحرب. في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها سترسل مبعوثها الخاص تيم ليندركينغ إلى الخليج. مهمة ليندركينغ ستكون دعم جهود تأمين اتفاق جديد للسلام الشامل بين اليمن والتحالف السعودي. بحسب بيان الخارجية الأمريكية، المبعوث سيلتقي خلال زيارته شركاء يمنيين وسعوديين ودوليين لبحث الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار. ليندركينغ سيبحث أيضاً عملية سياسية شاملة بواسطة الأمم المتحدة مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف معاناة اليمنيين الاقتصادية. في إطار المساعي السعودية لحل النزاع في اليمن، أبدت الإمارات دعمها لجهود الرياض. قناة CNN الأمريكية نقلت عن مسؤول إماراتي لم تذكر اسمه قوله إن أبو ظبي تدعم جهود الرياض للوصول لحل سياسي للحرب في اليمن. المسؤول الإماراتي تابع كلامه متمنياً بدء مسيرة بناءة بين جميع اليمنيين. وقد جاء كلام المسؤول تعقيباً على توجه وفدين، أحدهما سعودي والآخر عماني، إلى العاصمة اليمنية للتفاوض على سبل إنهاء الحرب.